الذي عرفته ليس معرفة المرافقين ولكن معرفة الوراقين، إذ توفي وأنا في العشر سنوات من العمر، وكنا نقرأ في بدايات الثانوي أو آخر المتوسط بعض مقالاته وبعض كتبه. ولكن عندما ذهبت إلى دمشق وجدت عالما ومفكرا يعرفه كثير من الدارسين في الفكر الإسلامي اليوم، وهو الأستاذ جودة سعيد، وحضرت في بيته إذ كان يفتح بيته مثلما كان يفعل الأستاذ مالك ابن نبي رحمة الله عليه. قال من جملة ما قال: عندما كنت طالبا في القاهرة في الدراسات العليا كنت تائها، لا أعرف كيف أدرس وكيف أتعلم وما هي طروحات الأفكار وصدام الحضارات والحتمية التاريخية. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام كلمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف